وتهرب يا كوتوك؟ تهرب؟ لم يكن هناك جدوى من القتال يا مولاي. حمية المدينة صغيرة لا تستطيع رد جيش بأكمله، إنما كانت مجهزة لرد العصابات الصغيرة. لم أتعلم حتى الآن كيف أختار من يحكم المدن. أغرب عن وجهي. العفو يا سيدي، إذا أقول إن الأمير كوتوك محق لم تكن المدينة مجهزة لرد جيش بأكمله. ذاك ما كنت أقول. ثم إننا لم نتوقع الخيانة من بيبرس بهذه السرعة دون أن نشعر بمقدمتها. لا فائدة من الجدال الآن يا زين الدين، لا فائدة من الجدال. المدينة سقطت وانتهى الأمر. ولولا أنك وجدت مبررا في صغر حامية المدينة لقتلتك. الشكر لك يا مولاي. هل تعني ما تقول يا سيدي؟ أتترك المدينة لبيبرس والمغيث عمر؟ لست أدري يا زين الدين، لست أدري. إن استمرار وجود بيبرس هذا يشكل خطرا على حكمك يا سيدي. لا حل أمامنا سوى تأديبه قبل أن ينجح في استمالة المغيث عمر فيصبح له شوكة وحماية. يجب أن نسير جيشا لإفنائه. لا داعي للتفكير يا سيدي، يجب أن كفى يا زين الدين، كفى. سأروي في الأمر. أهلا بالشيخ المبشر. أي شرف يمنحني الأمير بنهوضه عن عرشه لاستقبالي. بل أي شرف يمنحني الإمام بزيارته. بارك الله فيك يا بني. ألا أعرف سبب دعوتكم لي؟ لقد لقيت من الناصر يوسف في دمشق ما لم أحب، فرغبت عن البقاء تحت لوائه إلى الانضواء تحت لواء المغيث عمر ملك الكرك والشوبك. والله يشهد أنني لم أتطلع إلى الحكم عليها، لكن الأمير كوتوك أصلحه الله اضطرني للقتال. إلا أنني قد حرصت كما رأيت وعلمت أيها الإمام على ألا يتأذى أحد من أهل المدينة أو حتى بيوتها وقصورها ومساجدها. جزاك الله خيرا، نعم الأمير أنت، لكن ما الذي دعوتني لأجله؟ أمر بسيط أيها الإمام، أريدك أن تدعو للمغيث عمر ولي من بعده في كل خطبة يوم جمعة. بلغني من القدس خبر عجيب يا مولاي. من القدس؟ أي خبر؟ أئمة المساجد هناك يدعون لك في خطب الجمعة. لي أنا؟ لست أفهم لماذا. وأنا أيضا لم أفهم شيئا يا مولاي. لقد كانت القدس منذ أيام قليلة تحت سيادة الناصر يوسف، والآن يدعون لك في مساجدها. وما السبب في ذلك؟ هل رغب كوتوك عن الناصر يوسف إلي؟ بلغني فيما بلغني أن كوتوك لم يعد يحكم المدينة الآن. ومن يحكمه الآن إذن؟ أمير من المماليك البحرية يدعى ركن الدين بيبرس. بيبرس؟ حسنا، اسمع، انطلق صباح الغد إلى القدس لتفهم لنا ما يجري، وإن استطعت اجلبه لنا معك، أو على الأقل ادعه إلينا وقت يشاء. ركن الدين بيبرس. Thank you.
لقد أتينا إليك أيها الأمير بأمر من الملك المغيث عمر، ملك الكرك والشوبك، إذ إن ما كان يدعى له في المساجد قد أثار فيه الدهشة والتساؤل. أرجو ألا يكون ما فعلناه قد أزعج الملك المغيث. على الإطلاق، قد قلت لك إن الأمر أثار فيه الدهشة لا الانزعاج، إنما يرغب الملك في فهم ما جرى. لقد أدركت أنني أكون أقوى وأعدل من أجل رجالي ومن أجلي إذا كنت في طاعة المغيث، ولكنني تجنبت إضاعة الوقت في إرسال الرسل والهدايا، فأوعظت إلى خطباء المساجد بالدعاء إلى المغيث، فيفهم الجميع أن المدينة الآن تتبع حكمه وما عليكم سوى استلامها. إذا كان الأمر كذلك فإن الملك المغيث يدعوك إلى قصره أنت ومن شئت من قادتك. يشرفني ذلك، لكنني أود أن تنقل إلى الملك أن قوة القدس لن تكتمل دون غزة والخليل، وأنا الآن أجهز للمسير إليهما، حينما أفرغ منهما سألبي الدعوة إن شاء الله. ما دام الجيش جاهزا للمسير فلما لا نهجم على الفور؟ نحن بحاجة إلى التأجيل. كفى كفى، سمعت هذا. أليس لديك تفسير؟ المشكلة هي أننا على أبواب الشتاء، ومع انطلاقنا ستبدأ الأمطار ثم الثلوج، مما سيعطلنا عن المسير والحرب. إننا إذا أصبحنا هناك علقنا في الطين. لعل ناصر الدين على حق، ولكن بيبارس لا يهتم بالصيف أو الشتاء، إنه يستولي على المدن الواحدة تلو الأخرى دون أي اعتبار للطقس. لأنه شيطان. بل لأنه يملك الأسباب لذلك يا مولاي. حال بيبرس لا تشبه حالنا، فهو يسير بجيش خفيف ليس معه معدات حصار أو أي أسلحة ثقيلة، كما أنه يخوض معارك صغيرة محاميات خصصت لردع اللصوص وقطاع الطرق لا للحرب. والأهم من ذلك أنه يحارب بالقرب من مكانه، ويستطيع العودة إليه في أي لحظة لا يواتيه الطقس فيها. إذا نرسل طلائع مجهزة بأسلحة خفيفة. لن يجدي ذلك نفعا، لأن بيبرس ما زال يملك نقطة القوة، اللجوء إلى إقطاعه. أين ستلجأ هذه الطلائع إن لم تحسم المعركة؟ فلتلجأ إلى أي مكان. اصمت يا زين الدين، اصمت. ناصر الدين يقول الحق، إنك تريد الهجوم بأي ثمن ودون أي تفكير. هل تريد مني أن أزج بجيشي إلى الفناء؟ سيكون ما أردت يا ناصر الدين. سنؤجل المسير بضعة أشهر كي نضمن النصر. اذهب وأكمل ما بدأت من عمل، يجب أن لا تكل عزائم الجند أبدا. بإذنك.